متقاعدين من المدنيين والعسكريين كأضابير بحدود 4 مليون أضبارة عندنا تقاعدية. تعرفين دورات المتقاعد يصير عدة متقاعدين باعتبار من يتوفى من العمر الخلف ما احنا نسميها بوفق المصطلح القانوني يعني ورثته يكونون عدة أشخاص وبالتالي احنا عندنا ولكن هذه 4 ملايين دورات من يتوقف رواتبهم نتيجة الوفاة نتيجة توقف استحقاقاتهم من التقاعد يعني ماكو من يخلفه حتى يستلم هذا التقاعد اكو من ماكو خلفه اكو من الطفل هذا او الولد كبر صار فوق 18 من العمر بعد ما مكمل دراسه البنت تزوجت تعين وهكذا من المسائل فكأضابير تقاعديه بحدود 4 مليون كم مطلوقه رواتبهم يعني على وجبه ايار 2024 حال اللي راح الوجبة الأخيرة ما يقارب 3 مليون حدود اللي جاتهم صرف لهم رواتب 3 مليون هو الزيادة بأعداد المتقاعدين شهريا لو سنويا أستاذ ماهر هو أكيد هو شهريا وبالنسبة النمو سنوي إحنا عندنا يعني النمو السنوي ما يقارب 10 إلى 12% يعني بحدود 100 إلى 120 ألف متقاعد بزيادة سنوياً